اللي هي السابقه ما عرفتش انا واش عندها شي عمل ولا ما كانش اول ويا كان عندها عمل حنا كمجتمع مدني ما عارفينوش وبالتالي نتمنى انها تكون التجارب السابقه نستافدوا منها حاليا في هذه التجربه هذه الجديده وبالتالي تكون هذه اللجنه عندها واحد الدور تنقدمو لان اللجنه غادي نجمعوا اليوم وغادي نديروا اللجنه على الورق ونتمنى سير الله يعاون حتى اللجنه القادمه الولايه القادمه فربما راه لا فائده كل هذا ماشي انتقاد ولكن بغينا نخدموا كمجتمع مدني ماشي بالضروره نكون فيها انا شخصيا ولا اي واحد في اللجنه تبارك الله عليهم شباب وعندهم تجربه في العمل الجماعي وقادرين يساهموا انما خاص تتاح لهم فرصه هذا ماشي هذا راه غير على هذه المدينه هذه اذا كانت هذه اللجنه تاسس وتبقى بحال صديقاتها راه تنظن انها مضيعه للوقت واذا كانت غادا تفعل وغادا تخدم وتحاول انها تساهم لان تنشوف الاعضاء جميعا تقريبا انهم راه تساهموا في الميدان ديالهم كجمعويين وتحاولوا يقدموا المجهودات ديالهم واضافات على كل واحد حسب الامكانيات اللي عنده ولكن احنا مادام اننا تجمعنا ومادام اننا هذا المجلس هذا فيه الشباب تبارك الله وجوه طيبه وكاملين حماس وكاملين عندهم ما يعطيو وكاملين طاقات واحد الجمعيه خاصها تفاعل الكلام هنا موجه بالخصوص للاعضاء ديال المكتب ككل اذا كان غادي نخدموا راه كاين طاقات وشابات وشباب وطاقات شابه خدموا وقدموا وراكم التجارب في هذا الميدان هذا ديال العمل الجماعي وبالتالي كل واحد الاضافه تعطيها هذه اللجنه هذه شويه نتحركوا شويه نمشيو لقدام وشكرا شكرا بالاضافه كان في الاخ حسن تكافؤ الفرص وما يخصوش يعني الدور ديال الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص راه عندها واحد الدور مهم اللي خاص تلعب يعني سواء في الاعداد ديال برنامج عمل الجماعه سواء في المقترحات سواء في الاستشارات ديالها بالنسبه للولايه السابقه كانت هي استثنائيه سات واحد اللجنه يعني حنا ما غاديش نلومو مثلا غادي نلومو هادوك الناس اللي كاينين في هادوك اللجنه لان هما اللي مسؤولين على اللجنه اللجنه ما كيكونش فيها عضو ديال المجلس نتوما دابا ملي غادي ديروا اللجنه ديالكم نتوما غادي تفعلوها نتوما غادي تشتغلوا في هادوك الزملاء اللي تشتغلوا في هذاك الاطار كاين اجتماع خصو يدارو داز الاجتماع السنويه كل ما تهضروا تجتمع هذيك اللجنه يعني ماشي حنا راه اللجنه ديالكم ديال المجتمع المدني اما بالنسبه للخدمه ديال الجماعه راه دارتها فتحت اعلان العموم تكون بغيت تقدم فيها هذه اللجنه تقدم الميف ديالو كاين الناس اللي فيهم غيره من المدينه رجعوا قدموا الميف ديالو ونتمناو ان هذه اللجنه تفعل وتمشي للامام وتكون لجنه فعاله وكتساهم في التنميه ديال المدينه ديالها وعندها اقتراحات وعندها افكار اللي غادي تزيد بها المدينه قدام ونشكر الاخ حسن المداخله القيمه اللي دار. السيد حسن كان عنده حق اصلا حنا واحد فرصه على واحد المنطقه اللي رانا عايشين فيها دونك كما هنا نوصلوا كما قالت انسه يوصل من بعدها نوصلوا يعني واحد الصوت يعني المواطنين كاين حاجه زوينه ان واحد شاب وواحد يعني مثلا تنين ولا طالب يوصل يكون رابط بين المواطنين وبين المجلس حاجه زوينه دونك راه ماشي يعني ما غاديش الا كان عندنا كيما قلنا واحد غير على الباك رانا عايشين فيها غادي نبداو نخدموا لهم نبداو نوصلوا لهم كل المساج يعني كنتمنى اننا نبقاو يعني هكا يعني لجنه اللي كتجمع ديما باش اننا نناقشوا المواضيع اللي كنشوفوا بلي راهم ضعافين في المدينه اللي رانا عايشين فيها. اسمح لي نقاطعك الاخ حسن بلال مشكور على الكلمه اللي قال حيت ما غاديش يجي شي واحد براني يساهم في التنميه المحليه ديال المدينه ديالنا حنا ابناء المنطقه اللي عندنا غيره على هذه المدينه السعيده ولكن اللي بغيت نقول لك السي حسن هو المجلس البلدي ديال اليوم ماشي هو المجلس البلدي ديال ما قبل الاربع سنوات حنا ما جيناش باش نعارضوا مشاريع اللي كتجي للمدينه ديالنا وما جيناش باش نقولوا لا لوجه التنميه المحليه اللي كتبغي تجي للمدينه ديالنا وما جيناش نعرقلوا المساهمات اللي كيديروا ناس اخرين باش يديروا يترقاو بالمدينه ديالنا
النيه ديالنا حسنه، لا انا ولا السيد نائب ولا الاخت رئيس المرافق العموميه كتشوفونا دائما متواجدين في المدينه، دائما حاضرين في المجلس البلدي، ما عمر شي واحد جا وما لقناش كاين. الحضور ديالنا دائم ومتواصل، وما دام اننا غنوقفوا 3 بناء على هذه الهيئه فكونوا اكيدين انها غادي تشتغل في المسار الصحيح ديالها، وما غاديش يكونوا لا خلافات ولا خروج ولا انها تبقى حبرا على ورق كون ما كانش عندها اهميه. ما غاديش نعطيو من وقتنا، ما غاديش نتبعوا في قرايتنا وخدمتنا وما الى غير ذلك، وما غاديش نتلاقاو مع هذه الوجوه الكريمه، حيت حتى شي واحد هنا ما اتصلت فيه وقال لي ما غاديش نقدر نمشي، لا السي عبد القادر ولا السي هشام ولا المدير ولا الناس ديال الاحمر ولا الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه ولا الطلبه اللي كنشكرهم ولا التلميذه اللي في قمه الوعي وكيفاش كانت كتهضر، الا زعما كيبان لي انه كاين واحد التقدم في مدينه ديال الدريوش. باش نحلو مستوى النقاش ويكون بهذا المستوى راه كاين واحد التقدم كبير في مدينه الدريوش، حيت المجلس البلدي كيسيروا اشخاص بالمستوى المطلوب. نرجع الكلمه للسي المسؤول. شكرا السيدة الرئيسة على هذه الكلمة صعبة الكلمة. الهدف ديالنا مثلا صراحة من هذا قطع الأفكار، نعرفوا بعض المستوى وبعض الأفكار اللي ممكن نطبقوا فعلا، تبين لنا على أن كاين إرادة قوية، وهذه هي أهم مفتاح النجاح ديال هذه الهيئة وليست للمجلس الهيئة. هيئة المفتاح النجاح ديالها هو ذلك التكامل وذلك الاتراكسيون، التفاعل اللي ممكن اللي غيحدث مستقبلا ما بين الهيئة والمجلس، وإلا هنا نوصل معكم واحد 10 دقائق مبادئ الدستور ومع الأفكار، قبل ذلك أعطي الكلمة للصديق. صديقة الأصدقاء في جماعة دريوش وكذلك في مدينة دريوش سعيد جدا أن أشدد الوصال بكم وبكنا، أنا وصلت لك هذه التجربة في الولاية السابقة، تلاقيت فيها أصدقاء كانوا معنا، اشتغلنا جميعا في هذه البلاصة هذه، استطعنا أن نبلغوا أفكار، كل ثقة في الدريوش، كنعرفوا بزاف ديال صحابي، أصدقاء ديالي أبار زعما ما يجمعنا اليوم، فخور جدا لأنه أول مدينة كتحدث هيئة المساواة تلقى فرص مقابلة، في الدريوش موضوع الدريوش. هذا يدل على شيء، انما يدل اولا على الوعي في المجتمع المدني، على فهمه الادوار، المساله الثانيه هي الاراده التي يعبر بها المجلس لاجل انشاء الهيئه. قبل ما نمشيو حيت الهيئه اليوم كاين محطه من المحطات الكبيره اللي كتسنى عمل الهيئه. هذه المحطه هذه هي اساسيه باش ما نطيحوش بعض النواقص ولا بعد والله بعض المشاكل اللي وقع فيها الهيئات في التجارب السابقه. التجارب السابقه في المغرب كامل كنا نؤسس التجارب. اليوم كما قال الاستاذ نقف عن التجربات عبر تقييمها بما هو ايجابي وما هو سلبي من اجل من وراء هيئه تليق بمستوى الدريوش وتليق بانتظاراتها وشبابها وشاباتها. اليوم المحطه اليوم هي محطه التدسيس واللي هي ديالنا. كيف تواجد مكتب الدراسات من اجل الموافقه التقنيه اليوم غتشكل هيئه غتختار فيها الرئيس ونائبه والمقرر ونائبه او نائباته او رئيسه او يعني الجمل اللي غتكونوا فيه، هادو هما اللي غيقودوا للمرحله المقبله ديال الهيئه مع الفريق ديال الموافقه التقنيه. هذا من جهه. اليوم مكتب الدراسات غيقدم واحد التقديم اولي حول الاساس الدستوري والاساس القانوني للهيئات باش تعرفوا شنو هي الهيئه عند مستوى القانون الدستوري، او كذلك تعمقوا الفهم القانوني على المساله الثالثه هي كيفيه التشكيل واللي غتفتح لكم المجال من اجل تشكيل الهيئه اليوم. ما نؤكدوا انه حنا كنكتبوا دراسات وكنكتبوا الطلاقه ديال السيوس والاساتذه ديالها، سوف نواكب عمل الهيئه الى غايه ان شاء الله حتى النهايه ديال هذا الميلاد. يعني حتى داك الشيء اللي غيبدا في البلون داكسيون اللي غديروا ليها في مجال الاشتراك، حنا غنتواجدوا معكم من اجل تاسيس هيكل الهيئه وكذلك من اجل مواكبه للتقديم اولا اراء الاستشاريه في برنامج العمل وكذلك اراء الاستشاريه خارج برنامج العمل. يعني حنا نتواجد معكم ان شاء الله ونواكبكم، ماشي غنواكبكم باش نكون معلومات، لا بالعكس سنتقاسم ما نمتلكه من معارف وتجارب لبلورة
واحد تجربة اللي أتمنى يعني وراني فخور بانتماء إليها لأنه ماشي واحد النهار غنتحطوا بها غير تحصل. والله يصبرين كاين واحد الهيئة اللي أنا كيما نقدموها كان تجربتكم كون كتجربة قاعدة تجربة نموذجية شي حاجة بيلو فوالا دونك شكرا لكم وحنا راه الإشارة من أجل مواكبتكم في هذا العمل إن شاء الله اللي أتمنى يكون موفق. شكرا لكم. شكرا الهيئة الحقيقة أنه ما نقولوش أنها فشلات ولا نجحات لأن على بالنسبة أعتبر أعتبر أنكم محظوظين هذا الجيل سنة 2022 حنا 2022 محظوظين محظوظين علاش؟ لأن إلا شفنا يعني تطور اللامركزية في المغرب كيفاش من 1969 كيفاش كانت الجامعة يعني أو ظاهر الحدث يعني دين جماعة التراب 1969 وجاءت 1960 كانت العملات ولكن في هذه الفترة إلى 1976 اللي كان واحد منعطف تاريخ الحقيقة في تاريخ المركز المغرب اللي تذكر من 1936 إلى أطرح اختصاصات جد مهمة ولكن اللي كان اللي إشكال مقرر مع اليوم على الأمس هو أنه النخبة اللي كانت الجامعات ما كانت مستوعبة هذيك الاختصاصات أعطت من 1936 ظاهرة 1976 ولو أن مجموعة تاريخ التاريخ المركز المغربي لكن كنشوف على أن هذه الفترة كانت وصاية مركزة في المغرب يعني كل الدولة هي جامعات يقولوا الآلية اللي فقط الداخلية اللي كدير كل شيء وصاية بمعنى زي مركزة مع اختصاصات محدودة إلى حدود 1997 ضرب القرن الجهات وحتى الجهات كانت في مستوى اللي حنا كنشتغلوا فيها في الجيم ومعنا في واحد الدار الاختصاصات طرق التكامل في طرق التفريع وطرق مجموعه من المبادئ ديال الدستور اللي محظوظين بالنسبه لكم 97 حدود 2002 كانت تعديل الظاهر ديال المجموعه الدوليه عطات هنا ذاك الحصر ديال الاختصاصات مجموعه من التطور في المغرب الى حدود 2011 كلكم كتعرفوا لنا المنعطف التاريخي في المغرب ديال الدستور 2011 وهذا الدستور طبعا هو اللي كتشتغل به هذه الهيئه راه الدستور باش كتشتغل اخر يقول الدستور ديال المعنى اصلاح هذا الفصل 12 من الدستور تساهم الجمعيات المهتمه بقضايا الشريعه والمنظمات الحكوميه في اطار الديمقراطيه التشاركيه في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنطقه والسلطات العموميه وكذا في تفعيلها وتقييمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركات يعني الان هذه الجلسه هذه احنا في اطار التنظيم ديالكم باش توقفوا على لا 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 باش تخلقوا واحد جهه التواصل لبناء تنميه محليه مجاليه في هذه الضفه هذيك المجاليه في 18 تعمل السلطات العليا على احداث هيئات التشاور تصدق اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين هنا كتجي من التعريف ديال الهيئه ماشي مثال الهيئه شنو هي الهيئه كان بزاف اللي كيبان لكم هيئة المساواة الكبرى مقاربة لنا، مقاربة لنا هي ناخذ المرأة. لا، الهيئة ماشي مقاربة هي المرأة والرجل. هذا تقسيم الجنس ذكر وأنثى. لا، الهيئة هي كيفية إدماج اهتمامات جميع فئات المجتمع في المساهمة في إقرار تنمية مجالية في رقعة مجالية ترابية هي جماعة ترابية ديال الدريمش. كما لا اهتمام جميع الفئات كما قال الانسان الاحتياجات فئات الشباب لا غير شي ورشات اللي ممكن تساهم معنا في برنامج عمل تساهم معنا برنامج عمل في 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 يعني اقرار واحد التنميه اللي غادي منكم غنشوفوا هذا ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي التشارك الحالي اللي كيشتغل به العالم كامل مبني على النتائج اما 14 المواطن والمواطنه ديال الشروط الكبيره اللي يحددها القانون التنميه الحق في تقديم المدرسه في مجال الجيل والماده 15 هو المواطن حق في تقديم رايه الماده 139 هي الاساس ديال هذه الهيئه هي اللي جات الاليات والمبادئ اللي نزلت على ارض القوانين التنظيميه 14 ولا 13 اللي غنشوفهم في الماده 119 و 120 طلعوا مجالس جهات الجامعه الترابيه اخرى يعني الجامعه الترابيه ديال بريوش هو المجلس الاقليمي وجهه اليات تشارك الحوار التشاور تيسير لتيسير وكلمة تيسير المدلول والمعنى والدلالة العميقة على هذا تيسير مساهمة المواطن والمواطن والجمعيات في هذا البرامج التنمية بمعنى أن لا تنمية بدون مساهمة
الساكنه. ما يمكنش نديروا هذيك التنميه اللي كانت امبوزي مفروضه على هذه المجالات وفشلات مجموعه من الربوط تاع المغرب. عندنا دراسات من هذا المجال ناخذوا المشروع مثلا ديرو اللي كان دار في المغرب، مشروع ديرو تاع السبعينيه او التسعينيه دار في المشروع الدوله دارت اتفاق المشروع اموال طائله فرضت في الريف على ان نديروا نجوه المعيز مجموعه من الاشجار وكذا. ظرف عامين عند المال كلشي تهضر، علاش؟ لان ما نطلقوش من الواقع، يقول نزلوا لهذوك الناس اللي التشاور والحوار معاهم تاع باش يديروا شي حاجه اخرى. ومجموعه من المشاريع فشلات شفناهم في بعض المناطق اللي كانت تهضر بالدراسه، واحد المنطقه في الغرب المتوسط دخلت الدوله كانت بالدراسه. وإذ به بعد عامين استمرنا هذه المدرسه وقع حتى النسبه ارتفعت. أو إذا المشروع اللي أنبوز علاش استمر؟ لقاو على أنه ماشي المدرسة اللي الحل، لا الحل هو الماء صحيح للشرب في هذيك الدوار اللي كانت الفتيات كيمشيو مسكنة 10 كيلو كيجيبوا الماء النهار كامل باش تولي ما يهتم ديرها بالقسم باش تجيب الماء للدار. وإذ به منين داروا لهم الماء أوتوماتيك البنات صافي نوفروا لهم شواكر. لأن السياسة العمومية والسياسة يعني التنمية تنطلق حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الانسان ومن خلال الانسان وعلى الانسان، بمعنى ان الانطلاق منكم والاليه تنفيذ هذا المشروع منكم والهدف هو الدول. قلت شوف التنميه اللي غتبدا البرنامج التنميه اللي غتبدا هو برنامج عمل ديال برنامج التنميه هي الجهه والمستقلمين وبرامج عمل هي الجامعات يعني الطرق. اذا هنا لتنزيل وتفعيل هذا الفصول ديال الدستور تنزيلوا الماده 136 من الدستور اللي تنص على انه يرتكز تنظيم الجهه والطلب على المبادئ تدبير الحكم وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركه السكان المعنيين في التكريش والمرافق المساهمه في التنميه البشريه. الماده 136 كذلك من المواد اللي قررت على ان مبدا تدبير الحرب. شنو هي تدبير الحرب؟ نعرفوا الجامعه الترابيه كنقولوا انها تعتمد تعتبر في الفقره الاخيره من البلاد يعني التعريف تشكل جامعات واحد مستوى الدراري في الهكاك وهي جامعه ترابيه خادمه للقانون العام تعتمد اعتبار الاستقلال الاداري للمال. جامعه ترابيه عندها استقلال اداري بالمال فعليا انا ما كنتش بالاستقلال اي واحد شعب ديال الاستقلال الجامعه عندها استقلال اداري ولكن هنا الاستقلال مرتبط بمبادئ الدستور تدبير حر بمعنى ان المجلس له سلطة اتخاذ القرارات سلطة وسلطة تنفيذ القرار بمعنى حر في اتخاذ القرار ولكن دي بقى الاختصاصات اللي ممكن ما يمكنش ندخل على الاختصاصات اللي غنشوفوهم في التكوين اللي غادي نقول لكم كاع الصورة تعرفوا شنو هي الجامعة والاقتصاد ان شاء الله في هذه الاسابيع المقبلين غادي تشكل هي دابا غادي نعطي لكم غير واحد الصورة. اذا هنا تدبير حكم يرتكز على هذا سميتو سلطة اتخاذ القرار وفق الاختصاصات. ولكن سلطة اتخاذ القرار ما يمكنش المجلس يتخذ سلطة القرار وتنفيذ المقررات في منع الساكنة. بمعنى لا بد من جسر التواصل بينكم انه انتم لا تتابعوا القرارات التي يتخذها المجلس وخصوصا على ان برامج عمل حاليا برامج عمل ديال الجامعة الترابية خاص تعرفوا ان حتى المجالس نورمال خصهم تكوين في هذا المجال لانهم جايين كاين استمارة ديال الجهة دابا غادي يركزوا في هذا المجال كيمشيو في هذا المجال انه البرنامج عام كيتنجز ملي كيدير الساكنة للتشاور كذا كنديروا واحد المجموعه واحد المشاريع وكنستجدوا نوع اجتماع بمعنى فئه كاس حضر المشاريع والميزانيه كلها فيها مشاريع تستجدوا فئات المجتمع ولذلك انه طبعا محاسب لان المجلس يحاسب مستقبلا على تنفيذ الجهه وراح جايين في الطريقه الجايه المراجع التنميه يحاسبوا عليهم والتنفيذ ديالهم بمعنى اي مشروع نديروه ما يمكنش نديروه في بنك المشاريع خصنا نديروه بواقعيه وبنوع واقعي يعني جميع المشاريع غنبحثوا على التعديلات الموارد ديالها ولما يتطلب الامر الشراكه والمشاركات والمكتب وجمع كذا باش نخرجوا المشاريع اذا كان الا خرجنا 400 مشروع ولقينا غير 80 مشروع غنسلوه من الواقع انا بالنسبه لي احسن ما ندير برنامج كما سابق بشكل لا بشكل هي راه شي حتى برامج عمل سابقا المجالس ولا درنا مجموعه من القراءات على الصعيد الوطني فعلا كان كاين واحد الفشل. علاش؟ لان هنا اللي هذا تفاعل النظره الاكسوني كان حقيقي خاص تكون ما بين الساكنه والمجلس ما كانش وبالتالي نتمنى مستقبلا غادي يكون. اذا تنزيل لهذه المبادئ هذا الدستور في اطار تنظيم القوانين الترابيه اعطانا جوج نصوص ومواد
مهمين بالنسبه لي وهما الماده 19 تحت المجالات الجامعه الغربيه آلية للحوار التشاور تيسير مساهمه المواطنين مواطنات المواطنين والجمعيه في اعداد برامج عمل بمعنى اعداد البرنامج عمل راهين بتشكيل الهيئه باقي ما كانش لي او تساهم فيها ومن كنقول ماشي تشكيل باقي بالاوفيسيس يعني السيروره ديال البرنامج عمل من التبني الى حدود التقييم بمعنى الايار ديال الانجاز والاولويات كله غتكون حاضرين الايار تكون حاضره بقوه معنا في المشاورات معهم لانجاز هذا البرنامج العمل. الماده 120 كذلك تحديد الدرجه الجمعيه استشاريه بمشاركه مع المجتمع المدني تسمى يحكم مساواه الفرص ومقاربه يعني ان استعرفوا ان جينا تسمى هذا طرحت شي تساؤلات شنو هي الهيئه وشنو راه هذه ثلاثه ديال الوظائف هذه ثلاثه ديال هي المساواة كفر فرص النوع الاجتماعي هي الجامعة كلشي بالنسبة لي هي الجامعة كلشي ندخل المساواة شاور القواعد الحكمة القواعد القانون التنظيمي خص يكون عندكم هي إلا ما كانش غنزود لكم كلشي من بعد تعطونا الزيماي ديالكم كامل اللي عندكم الزيماي ونعطيكم الدليل ديال هي بعد الأسبوع تطلعوا عليه خاص مفصل فيها سميتو نعطيكم القوانين الدينية نعطيكم مجموعة المسائل اللي غنزود لكم باش تواكبوا نفس البرنامج عندنا إذا المساواة هي يعني الولوج إلى المرافق توزيع يعني كيفية الاستفادة من المرافق كاملة وكيفية يعني توزيعها على مسؤول فئات المجتمع النوع الاجتماعي كذلك ماشي ديال النوع الاجتماعي أنه كما قلت ذكر لا وكيفية التمكين من المرأة كيفاش نخلق واحد مجموعة من المشاريع اللي في برنامج العمل لتمكين المرأة والطفل وكذا على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي يعني التمكين يمكن نشوفوا في اقتصاد التضامن مثلا نديروا شي معروفة اقتصاد التضامن الصناعه التقليديه وكذا نخلقوا تعاونيات مثلا في برنامج العمل وتعاونيات ندعموا هذه الفئات باش ينتجوا لما لا نخلقوا منطقه تنشيط اقتصادي دريوش اللي هذا المنتوج اللي ممكن يتثمر في هذه المنطقه تنشيط اقتصادي ممكن يتسوق عالميا اذا هذا النوع المساواه في النوع الاجتماعي كيتلبى لكم يعني بمعنى خصني بمعنى ان واحد مسؤول اللي ما وقف على هاتي قلت فشل الهيئه في سابق الفضاء ما كاينش مواكبه فعلا ماشي هذا الدرج شي فشل جميع جماعة الشعوب كاين باش الهيئة اللي كانت انطلقت بواحد الحماس كذا كذا باش لأن أولا ما كاينش واحد الجسر هذيك الجسر التواصل هي ما بعد الاستشارة الهيئة واحد الجسر القنطرة باش تمر وهذيك القنطرة خص يكون فيها التواصل مستمر بين المجلس والهيئة وهذيك هو اللي كان غائب في الجامعة لكن إن شاء الله هذا المرة يكون واحد الجسر قوي بلا واش نتمنى غيكون قوي بالمواكبة ديال السادة الهيئة الكبيرة وكذلك الدراسة. إذا المهام الهيئة التشاورية تفعيل المبادئ. إذا هي المهام ديالكم وهذا الشيء يكون دابا تفعل على الواقع وبالورع في برنامج عمل اللي غادي يدوزو إن شاء الله. ما ندخلوش في نقطة غير هذا الاكسبيرينس. لأن كما وعدتكم انه في الدرس الاول تكون لا تكون جيد يمكن غير فوا تكون اليوم تكون ولا الهيئه ديالكم والاسبوع المقبل غادي ندير لكم واحد الورشه تبين لكم ثلاثه هنا ورشه مختصره انطلاقا ان شاء الله هنا ونستعرض بان عندكم راه اذا كان الجيش عنده برنامج عمل حتى الهيئه عندها برنامج عمل ذلك يهضر على برنامج عمل ونريكم كيفاش ندير برنامج عمل لكن كيفاش تذكر هذا البرنامج وفي خلال البرنامج هذا الاسبوع ان شاء الله يعني نجي تبين معنا يكون واحد التفاعل ما بين الجماعه الترابيه واللي اقوم في الدراسه اعتبرنا جزء منكم ان شاء الله ونجحوا هذا الاخر ونتمنى هذا الشباب يعني صراحه من في المجالس هذا الشباب يعني ان شاء الله لان مشينا في راه نوصل تسمى ما الشهرين المغرب كامل حنا كنزورو الداخليه تكوين ديال المجالس الترابيه المكونه الجديده ديال الشباب المغربيين المناطق الهدف بصراحه انا فرحت على السعيد الوطني نلقى شباب كان من كنسول جدد في الاغلب شباب جدد قيمه قوه بالنسبه لي قوه الجامعه الترابيه اللي خصها صراحه يكون واحد التفاعل عوض باش هذيك الافكار ديما السوداوي احسن نحيدوه لان دائما تيسال راسو يقول شنو غندير شنو علاش جيني او شنو غندير الا انت عرفتي شنو غدير وكيفاش غدير وفين غدير غتوصل
لا شك ان ما غاديش نمشي ان شاء الله. وشكرا نفتحوا دابا النقاش من هذا الشيء اللي شفنا. نفتحوا النقاش ولا نخليكم بالنسبه لكم عرفتين الكلمه سي صغار يعني لا عرفتين واحد النبذه باش نقص مره اكبر التشكيل هيك كيفاش التشكيل. لا شك ان ربما لان هذه المرحله من جسر جوزه مرحله المعايير وغيرها مرحله اللي هي غادي تشوفوا ان الدليل كيشير للثلثين بمعنى المجلس شحال كيكون مكتوب على المجلس 20 اذا 20 مقسومه على 3 7 14 شفت الكبيره سنه راح كاين الجمعيات النوويه والرياضيه كل الطلبه بارك الله جميع الطلبه جمعيات جمعيه من الجمعيات الفاعلين اللي شفناهم اللي شفناهم التلاميذ المدراء بارك الله اذا باش كان تكون واحد ان شاء الله شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سيدي الرئيس سيدي الرئيس سيدي رئيسة لجنة المرافق سادة الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته زملائي اخواني اخواتي ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اعبر عن سعادة كبيرة وانا اني اجد هذه المدينة الجميلة جميله كذلك حتى المتجدد الترابي ما شاء الله يعني المدينه اللي كنتم تشوفونها كتشوفوها تحولت بين عشيه وضحاها وانا هادشي كنت قلت لك يا استاذ الكريم باش نكون امين في هذا الفريق ما غنعاود اعتذر لانه الحمد لله عندنا ذكريات جميله مع هذه المدينه ذكريات لانني كنحتفظ بناس طيبين جدا كلهم ما شاء الله عليهم يعني اصوات لا استماع تساؤلات منطق وانا يعني أشكرك ثم غريب أستاذة كريمة بالكلمة ديالكم. صراحة أنه دائما الإنسان خصو يكون اللي كان سيرتو حنا الآن في واحد المجال اللي كنا كنقولوا كيقولوا جدنا على أنه كيف الإنسان كيف يمشي على العود كنقولوا مبروك على الكسبة ولا على العود كنقولوا مبروك العود. دابا وني دونك الآن خصنا نثمنوا الرعية ما شاء الله كتبقى في الوقيتة اللي كان واحد الميم ثلاثة الميمات المركز المنتخب المجتمع المدني كيف تضعهم دابا ولينا الحمد لله كاين تراضي كاين تعاون كاين تشابه كاين تكاسل كاين مجموعه ديال الامور اللي هي مهمه ومهمه جدا كنسجلوها زعما صراحه في بلاد من كتلقى الفريق المدني مع الفريق السياسي في قاعه واحده كاين هم واحد كاين واحد هم مشترك اللي هو السياسه العموميه الترابيه ما اشكال رائع بلدنا جميله جدا ودستورنا اجمل بطبيعه الحال لانه شكون اللي عطلنا هذا الشيء عطلنا الدستور كما عشر الاستاذ سيمون من قبل قليل طورنا ولله الحمد بشكل كبير في واحد المده قصيره ماشي في الاول ما كناش كنعرفوا على انه كاين مقاربه تشاركيه ولا مقاربه نوعيه ولا مقاربه مجاليه ولا مقاربه مع الاشخاص الضعيف الاعاقه ولا 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 صحيح الان ويمكن نقول لكم كل الدستور قبل ست سنين واكثر ليها هضر على واحد الماده 36 كانت بالنسبه للجمعيه التنميه وهذا وقت الجمعية التنمية كان مرتبط بواحد اللجنة، الإخوة اللي كنهضروا باسم اللجنة، كان مرتبط بجهة المسلمة ديال الوظائف، الآن صحنا مفهوم جديد اللي هو برنامج على الجماعة مرتبط بهيئة، تطور وما جاش كهكاك نتيجة النضال ديال المجتمع المدني، لأنه لقيت اللي دارت اللجنة دارت بالضبط في القانون 8700 تعدل من القانون 1708 كانت اللجنة يترأسها رئيس المجلس ويستدعي لها رئيس المجلس ويعيد رئيس المجلس وما تفعلش مزيان علاش لان السيد ابو اصلا مشكور على المجموعه ديال الصلاحيات صعيب باش تفرض العاد لجنه الور هنا جا المجتمع المدني ترى كان مجتمع مدني ماشي كهيئه ولا كلجنه كان مجتمع مدني عنده صلاحيات واسعه كمجتمع مدني وركز على القضيه ترى رفع مذكرات قال له ديال اللجنه خصنا نبقيوها لمستوى كبير مستوى كبير بالفعل ولات مصرة في الدستور المغربي الاستاذ سليم مشكور اعطانا من الاول حتى الفصل 139 اللي هو اللي كيهمنا حنا كجماعه الترابيه علاش؟ لان حتى الدستور المغربي ولا هضر على الجماعه الترابيه فين؟ في باب واحد باب تسعي كتفه اعطاه 12 فصل في الاول كانوا عندنا جوج فصول صححوا لي الاساتذه ديال الاول في الدستور 1992 جوج فصول اللي كيهضر على الجماعه المحليه الان اصبح عندنا 12 فصل قسم كامل إذا القسم كامل يتكلم عن الجماعة الترابية بما لها وما عليها ويتكلم كذلك على آلية الشورى العموم للفرعيات السلمون كل قليل إذا كنزلوا 100 قسم 139
كيفوتوا على واحد الفصل مهم جدا اللي هو الفصل 19 من الدستور. الفصل 19 من الدستور عنده الرمزيه ديالو كبيره وكبيره بزاف، بالاخص الى جينا جربنا على مرور الدساتير المغربيه. الى مشينا من الدستور 60 62 70 72 93 كل فصل 19 كيتكلم عن المؤسسه الملكيه، يعتبر الملك امير المؤمنين وحامي المملكه. دونك لاحظوا معي تحول في دستور 2011 الى دستور ديال الى فصل ديال المساواه. يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواه. باش كافه الحقوق شنو هما؟ السياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه، اذكر الى غلط وصحوا لي وقفوا معايا، والبيئيه. ما وقفش عند هذا الحد. قلت على انه الدستور يسعى الى المناصبه. في اخر الفقره ديال هذا الفصل 19 ومشى قال لك ويحدث لهذا الغرض، واش الغرض؟ هي المناصبه. هيئه استشاريه تسمى هيئه المناصبه ومكافحه كل اشكال التمييز، هذه على الصعيد الوطني. هيئه المناصبه ومكافحه اشكال التمييز اللي كتضمن لنا المساواه ويقسم من قبل قليل الولوج العادل للنساء الى محرك المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا الفصل 19 هذا هو التمكين اللي هضر عليه قبل قليل. التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي اللي جاب لكم شي مقاولات شي تعاون اللي كيطرح باش يكون الفصل السياسي والاجتماعي. شنو ما نغلطش الكلمه هو لا. نمشيو للفصل 139 ولكن اساسا الهيئه غادي تخرج منها من الفصل 139. اش فكره الفصل 139؟ تضعوا في الجهات هي الاولى والجماعات الترابيه الاخرى على سبيل المثال هما هما الجماعات القاعديه بحالنا ومجالس اقل من عمل تضعوا ماذا؟ آلية حوار وتشاور علاش؟ لتيسير ماذا؟ مساهمة شكون؟ المواطنات ثم المواطنين ثم الجمعيات. فاش؟ فاش؟ إعداد برامج عمل والتتبع. أش عندنا؟ عندنا الإعداد وعندنا التتبع. ما عندناش تقييم، ما عندناش تقييم. هذا مرتبط بالهيئات على الصعيد الوطني. إذا اش عندنا؟ عندنا إعداد وتتبع ماذا؟ برامج العمل. إذا هذه الآليات اللي هضر عليها قبل قليل سليمون، هضر على آليات الحوار والتشاور، كان قوة التنزيل ديالها في المادة 119، وهضر على هيئة المساواة وتجاوز الفرص، اللي خلى كان قوة التنزيل ديالها في 120. 120 اللي كتهمنا اليوم، على اعتبار على أنه جينا باش على الهيئة. وتحدث مزيد لدى المجلسين هيئة استشارية تسمى كيفاش؟ هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النار. زين اختصوا تفضل نقولوا دابا اختصاصات اختصوا بماذا؟ بتفعيل تفعيل ماذا؟ المساواة ثم تكافؤ الفرص ثم النوع الاجتماعي. اذا نكون واضحين مع بعضياتنا، الهيئه الاختصاص ديالها هو الدور الاستشاري في ثلاثه المبادئ، وقال سليمان مشكور قبل قليل. احنا الحمد لله لقينا خرجتي وبقينا غير كندخلوا ونخرجوا، قلنا السيده الرئيسه ما كايناش عارف شنو. قلت على انه ثلاثه المسائل. عيد باش ما نكونوش غلطين راه المجلس ما قبلش منا هذا المقترح ولا هذه التوصيه ولا هذه الاستشاره ولا هذا الملتمس. دليل السلام البس قدك يواتيك. كنقول لك السلام في الحقيقه نقاش، ولكن دابا اذا امرنا نطاح واختلف امر من اساتذه ديالي لان من اصل الاشياء هو الادب، ولكن اذا امرنا نطاح قال لي هضر على شي غلط ولانه التشكيل يهضر على التشكيل غادي خصنا ندخل التشكيل. اذا الاختصاص فاش؟ راه إذا خرجنا على هذا الاختصاص راح نقولوا غنكونوا خارج الاختصاص. إذا الأصل هو المساواة الكريم، الأصل هو تكافؤ الفرص الكريم، الأصل هو مقاربة المعاناة. مستحيل يا رشيد مش ولكن فاش كاين خصنا نفعلوا. هنا اللي كتدخل هيئة. كتدخل هيئة برأي استشاري وكتدخل كذلك قوة اقتراحية. متى؟ هذا برنامج عمل. لأن برنامج عمل كما أشرت في الإشكال يقوم على مبدا تشارك
لما اقول مبدا التشاركي جامع شكشوك غتجيب الهيئات ديالها بطبيعه الحال غتجيب المواطنين راك المواطنين واليه الحوار والتشاور وغادي تجيب الهيئه في نظركم علاش غتجيب هذه الهيئه باش تقترح مشاريع تصير بالمساواه وتكافؤ الفرص ومقارنه إذا إذا كانت هذه هي الهيئة وهذه هي الاختصاصات ديالها وهذه هي الحدة ديال الحمد لله ربما راكم فاتنا كيفاش غنكون نشكل الهيئة؟ أولا الهيئة تتشكل من ماذا؟ من فعاليات المجتمع إذا النسيج الجمعوي اللي عندنا في قرب ديال الجماعة سنكون عارفين آه طيب وجميع النسيج المدني معني النظام الداخلي لأن المادة 120 يعني أحد ذراع النظام الداخلي والنظام الداخلي لأول مرة في تواريخ الأنظمة الداخلية ديال الجماعات الترابية وديال الجماعات المحلية قبل خاصة واحدة مجموعة ديال المواد خاصة بهيئة المساواة إلى درجة أنه ما تكلم عن اللجان الدائمة لم يعطي لها الحق الكافي الذي أعطي لهيئة المساواة للتكافؤ واعتبر بذلك نظاما داخليا للهيئة داخل النظام داخل القانون التنظيمي ديال الجامعة. أش قال لنا هذا القانون التنظيمي؟ مسكين هذا القانون أش قال لنا؟ ممتاز 20 مادة شكون واضح من 2006 حتى 80 أش قال لنا؟ مجموعة من المعايير المعيار الأول النوع الاجتماعي لا انه خصها تكون على التمثيليه ديال النساء التمثيليه ديال الاطفال التمثيليه ديال الشيوخ التمثيليه ديال الاشخاص ذوي الاعاقه لما اقول اطفال قد اتساءل ربما لمينور ما عندهمش حق الى يدخل الجمعيات لانه خصهم اي اقل لمينور احتياج انا كان بين كان مشاري كان بدي دابا نسير ديروا الشريط ديال التلاميذ في الاطفال ديروا شي سواد ديروا الاطفال التلاميذ ومستعدين يتعاملوا معاهم حتى هذا هو الشيء ديال الاطفال لانه مش خاصه الاطفال علاش علاش لان عملت على مستوى عالي ما خصش تكون عبرت عن الأول السيدة الرئيسة أشارت على المداخلة طيب كما أشارت على المداخلة ديال دخول خبر سريع إذا قلنا على أنه عرفنا المعيار الأول شنو هو النوع الاجتماعي بمعنى أنه خص المشاركة ديال النساء المشاركة ديال الأطفال المشاركة ديال الشيوخ المشاركة ديال الأشخاص وذي عزيزة المعيار الثاني شنو يكون هو التشريع الآخر من التنمية البشرية سئلنا مجتمع ديال الإخاءات كيكون في كلمة ديال السدان أراد أن التضرر الانضمام تعبرنا على عرض ديال الانضمام هذه ولكن مجلس ما قبليناش مزيان قال لنا سيدي نشوف هذه القرار الاساسي ديالك مش في القرار الاساسي ديالك ما عنده حتى شي حاجه مع المعايير معيار اخر شنو هو؟ التنوع المهني وهذا الشيء اللي كنشوفه داخل هذاك الشيء اللي كنشوفه داخل هنا هو التنوع المهني ما شاء الله عليكم السيدة الرئيسة والسيد الرئيس وكلكم اعضاء المجلس والمجلس ككل احنا نخاطب المجلس جبتوا من انفسكم رساله ما شاء الله وهذا هو نعم التشكيل علاش؟ لانه كل واحد خصو يشوف المجتمع كيشوف راسو في المجتمع المدني كيشوف راسو في الهيئه فهمت؟ هذا هو الاهم اذا الاختلاف التنوع المهني علاش عندنا؟ الارتباط في الجماعة غادي يجيب لنا شي جمعيه من النضال ولا من النابور ولا من لكن الجماعة علاش؟ لأن الهموم ديال الساكن ديال الجماعة ما يعرفوها غير المجتمع المدني والساكن بطبيعته والمنتخبين. إذا هنا أصبح عنصر ديال كثرت عليكم. لا ولكن خصنا التشكيل لأن الهيئة لما مشى إليها المجتمع ويحفظها ستعطي واحد الكلمة مضافة للمجلس. هي خبرة هي عبر عليها تجربة تجربة هو اللي نشر لها نعم قرار التنظيمي نعم النظام الداخلي عبر عن الخبرة البيئية نعم الخبرة كتكون شوية في عدد شوية عالية صحيح ولكن احنا ما كرهناش إلى القناعة علاش؟ لأن كتكون هيئة استشارية إذا استشيروا من؟ استشيروا من؟
اذا قلنا على انه تشكل فعاليه المجتمع المدني واعطينا بطبيعه الحال مجموعه ديال اما عائلات ديال الاسف ديالنا بطبيعه الحال باش نشكلوا عليها. هذيك كانت تسول على العدد ديالها، العدد ديالها ربما راه يمكن في الاول ما كانش عندنا القياس ولكن بعد صدور الدليل، الدليل اعطانا واحد هو دليل اعطانا واحد الاجتهاد داروا على مستوى لان حتى الرزق الكبار هي ثلثين ديال المجلس. مثلا عندنا 20 دابا في الاعضاء ديال المجلس ديال الدروج 20 في 2 هي 40 مقسومه على 3 بحال كتعطينا 13 فاصله دونك 14 غنبقيو 14 يقدر ديروا 14 ولمحكمه السيد الرئيس كامل الصلاحيه يزيد ينقص حسب الصلاحيات ديال وحسب كذلك لانه حسب كذلك النشاط ديال الفعل العمومي الفعل الجماعي داخل الجماعه ديال الدروج ما تجاوزش لاننا مشينا درنا ذاك القياس ديال مثلا على جبنا مثلا المجلس، المجلس عنده 20 والاصل هو 15 ماشي 20 الاصل ديال الاعضاء هو 15 لان الحاجه الجزء الثاني هذا كيتسمى علاش قياسنا هذا 15؟ 15 كتقاس على عدد السكان عندك 7500 حتى اقل من 7500 عندك 11 7500 12500 وهنا اللي كيدريبش 15 من فوق كيعطي اعداد اخرى اذا 15 كيعطي لنا زائد الجزء الثاني اللي هو النساء 5 كيعطي لنا 20 20 هذا العدد كيعطي لنا 14 يقدر يدير 15 يقدر يدير 16 يقدر يدير ما نوصلوش للعدد لانه العدد ديال 20 كيمثل تقريبا 12000 نسمه في حين على انه الا مشينا للمجتمع المدني شحال هي كاع ديال الجمعيه كاين على مستوى ديال التراب ديال الدريج 100 كاع الا ضربنا لها في 10 ديال الاعضاء ديال كاش كيعطي لنا 1000 حتى من الناحيه العدديه اذا التشكيل كيتم بهذه الطريقه ثم انه كيراعي كما قلنا دائما نخصص واحد النسبه خاصه النسبه ربما راه حددتوها السيد الرئيس في النظام الداخلي اوتوماتيكمون حتى كاين اللي داروا حتى 50% بعض الجماعات اش فهموا داروا حتى كاين اللي ما لقاوش ما يديروا غير 30% ما لقاوش اذا حسب حسب طبيعه الحال العدد اللي كاين ديال الاخر الاصل الاصل هو انه دائما الهيئه عندها الدور ديالها استشاري باش نحافظوا على هذا باش ما نخرجوش عن الاطار ديالها هو استشاري يمكن يكون بطلب من الرئيس او من المجلس او من رئيسه ديال سميتو ديال الرئيسه او رئيس ديال الهيئه وبالتالي فان كيبقى على انه ذاك الدور ديالها هنا غادي نمشيو للتفاعل ديال المجلس اللي غادي يقدر يدور مع الهيئه كيفاش او المآل ديال الملتمسات ولا ديال التوصيات المتخذه من طرف الهيئه هنا الرئيس راه حر علاش؟ لانه دور استشاري غير ملزم دور استشاري غير ملزم لما كنقول استشاري هل استشاري هو تشاوري؟ انا كنقول سليمون الله يخليك انا باغي نصبر قول لي فاش غنصبر فاش كنصبر كنستشر ماشي كنقول اجي سليمون تشاور على واحد الموضوع ونخرجوا بنتيجه استشاره كيقدمها لي يقدر يخدم ديريكت ولا ما نديرهاش ولكن استانس بها ولا يضيع في ودي قضيه لان حتى اللجان الدائمه لما كترفع توصيه المجلس قد ياخذها بها المجلس وقد ياخذ ابدا الراي هنا غادي نوقف لان باش نكثرش عليكم باش نشوفوا الكلمات التشكيل شكرا للساده الاساتذه الكرام على التقييمات القيمه جدا كل مره كنتعاود نستفد معاهم كل مره كنسمعوا شي حاجه جديده شكرا لكم دونك بعد ما فهمتوا كيفيه التشكيل دابا غندوزو للساده الرئيسه تعطينا اللائحه ديال المتقدمين كنتو درتو درتو اعلان ياك دونك المسطره وجهه الترشح وتخدمونا بعض الاشخاص عموما الناس اللي حضرت معنا كاملين كانوا طلبوا طلبات ما خدناش شي عدد ما نشوفوا دابا دونك مستريا مستريا مع احترام جميع طلبات شروط قانون دابا تما غير اللائحه ديال اللائحه النهائيه ديال الاعضاء وتماك اللي راه ديك اللائحه غيجلس وغتشكلوا اربعه الناس كاين المجلس او الهيئه غيكون فيها العدد اللي غيكون في غير غيكون الرئيس او رئيسه نائب رئيس او نائب او نائبه رئيس غيكون مقرر او مقرره نائبه او نائبته اربعه هادو هاد اربعه الاشخاص المهمه ديالهم فقط يسيروا العمل ديال الهيئه راه فيها اختصاصات في الاجتماع الجاي او في الجلسة او لقاء التواصل الجاي غنوقفوا عن الاختصاص ديال كل حاجه على حده كيفاش غتشتغل الهيئه كيفاش غادي البرنامج الداخلي ديالها هذه الهيئه من بين اهم يعني هاد الاربعه الناس من بين اهم الامور اللي عندهم هما ينسقوا مع اللجنه التقنيه المكلفه بهذه الهيئه
دونك الى راه هي اللائحه واش تعطيوها لنا باش نشوفوا صحيح قبل ما بالنظر للائحه شنو هي باش لكم بعد الافكار اللي خاصو مفتوح باش تلقوه ولا شكرا للاساتذه الكريم خلى التكوين بصراحه وهذا هو اللي خص يكون الهيئه ان شاء الله على الامكان ديال المقبول والاستئذان المحبوب يعني القمه القوم نتمنى ان شاء الله انك تكون بعد اللجنه ديال اوكي انا غير باش ما يفهمش تفهمش الكلام ديالي على انه حبيب او سوداوي انا عندك واحد اللجنه من قبل خلال شي كاتبه ما تدخلت مع عبد الزوال لان هذا الشغل ما كاينش غير عبد اما الكلمه ديالي دابا هي كلمه راه محدده تحديثيه وفيها امل خصوصا كما قلت لكم كاين ما شاء الله كاملين طاقات كاملين عندهم طموح كاملين ومن خلال المتابعه ديالهم اليوميه انهم دائما حاضرين ودائما يعني كيكون انسان شاب كاين واحد الطاقه باغيه باغيه وهادشي اللي خلاني انني هاد يعني غادي تكون نحاول تكون انت هي ادي واحد التطور يعني تعطاها فرصه باش انها تساهم حتى هي بواحد التطور وبالتالي ان شاء الله املنا في هاد الشباب ديال غادي يكون في هاد الهيئه بالاضافه الى الشباب ديال المجلس ان شاء الله يكون خير وهذا كلمه توضيحيه بصح باش ما نخدمش في شي واحد كلام اللي يعني شكرا لكم. كاين عمر الشهب مدير ثانوية مولاي اسماعيل، كاين سيد عبد القادر الوكيلي رئيس جمعية أمل للسيارات العتيقة، كاين هشام تبسماني فاعل جمعوي وحارس سابق مرحبا بك، كاين العرباوي طارق رئيس الاتحاد الرياضي، كاين هند اليروتي من جمعية أمل للإعاقة، كاين مالكة الوكيلي جمعية البصمة الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة،
كاين حسناء القدوري فاعله جمعويه ورئيسه الجمعيه السابقه في الذكر، كاين رشيد الحمداوي فاعل جمعوي، كاين حسن هلال فاعل جمعوي ورئيس جمعيه الشروق، كاين سعيد الوكيلي فاعل جمعوي ورئيس جمعيه جيل المستقبل جيل التكوين ديال الدراري الصغار في الكره، كاين محمد مرابط فاعل جمعوي، كاين عبد الغني الظلماتي استاذ في جمعيه عثمان بن عفان ديال تحفيظ القران الكريم، كاين احمد الوكيلي ممثل ديال الجاليه المغربيه الموقف بالخارج تعذر عليه الحضور معنا، وكاين امجود علي ممثل قطاع البنكي اكيد حتى هو تعذر عليه انه يحضر معنا. اللي غادي نقول هو انني زعما غادي نحل لكم نتوما الباب انكم تختاروا الرئيس اللي يمثلكم. كاينش عدد ترشح؟ كاينش واحد ترشح وما كاينش في الائحه؟ لا ما كاينش. تم قبول جميع الطلبات ياك؟ تم قبول جميع الطلبات، تعذر الحضور على جوج ديال الاشخاص اللي غادي يكونوا معنا من القطاع البنكي وواحد الجاليه. ما نساش هذاك، ما نساش كيف. بالنسبه لحضر معنا اليوم ما بقاش السميه ديالو كاينه في اللائحه، هو انه حنا كنا درنا واحد الاعلان ونسينا في الموقع اخر تقديم اخر اجل الطلبات هو 24 الطلب ديالو هما 24 تقبلوا الناس اللي حضروا دابا يقدروا ينضموا يكونوا كشركاء يبقوا يحضروا الاجتماعات ولكن ماشي اعضاء. لان اللائحه غتكون عندها طرق عمل. سواء كان رئيس ولا عضو ولا يعني كنا خصنا نكونوا يد في يد باش نخدموا ان شاء الله المدينه نتاعنا ونقدموا ان شاء الله. وحنا الحمد لله كمقاولين كجمعويين خدمنا في جمعيات في المقاولات يعني نقدروا نعرفوا المشاكل في المدينه، ولان المشاكل بوحدنا يعني خص يكون جميع فاعلين جمعويين ونديروا اليد اليد مع المكتب ان شاء الله ومعكم وشكرا. اش بغيتو عندكم رئيس المستوى؟ اذا غادي ندوزو باش نديرو نائب ديالو، حب لو انها تكون امراه نائبه. حسنا تقدمي. لا من هي كتخدم؟ انا لا شوف من هي كتخدم ترشح نيابه الرئيس؟ حسنا القدوري. هل هناك شخص اخر؟ بغيت تخدم نيابة الرئيس. هل هناك شخص آخر بغيت تخدم نيابة الرئيس اللي هي أخر؟ هل هناك شخص آخر؟ مقرر أنها تكون حاضرة حتى الزمن هي آلية. ما كاينش مشكل. ما كاينش مشكل. غادي نكون متفقين على السيدة الإجماع. الله يسلمك. الهيئة. لا ما عندكش منافس راه طالع بلا تسويق. زيدكم الى ديك الاغلبيه مطلقه انا زيد الصوت ديالك. المقرر هو الشخص اللي بقى يوثق جميع اعمال الهيئه. المقرر او المقرره هو المسؤول عن التوثيق، الكاتب العام والمناسبين وداك الشيء اللي كنقول هو الشخص اللي بقى يوثق. بمعنى لان خص يكون واحد عنده درايه بالتوثيق، يكون عنده ثقافه ديال لان التجور التقارير. من يترشح؟ من يترشح؟ استاذ هل هناك شخص اخر؟ مقرر من المنافس مترشح اخر المقرر سويت ما كاينش هو سيدنا يترشح اللي بغيت نعطيه أغلبية سي نائب نائب أو نائبة سي نورتي أستاذ كايس. هل هناك مرشح آخر أو مرشحة أخرى؟ كاين جوج ترشيحات. شوف واش غتساهموا بيناتكم ديروا التوافق هو هذاك؟ ماشي مشكل. شكرا سي حسن. واتفقوا بيناتكم؟
إذن قمنا بتشكيل ديال الهيئة. كنذكركم بأنه كاين السيد عبد القادر الوكيلي رئيس الهيئة، كاين الأخت حسنة القدوري نائبة رئيس، كاين الأخ نور الدين بن دعموش من الممثلين ديال الطلبة ديال الدريوش المقرر، وكاين السيد المدير ديال ثانوية مولاي إسماعيل، كتمشي بالسمية ديالك أنا معاد الله، هو النائب ديالو. كيشرفني أنه يكون معايا المدير في زعما في المستوى، لأنه للشرف السيدة يسرى يعني خريجة ديال الثانوية ديال الإسلام. كنشكرك الحمد لله. جزائر المخرجات الله يكبر بك سيدي المدير. كنشكر جميع الحضور، ممثلين هلال الأحمر المغربي، جمعية ذوي الإعاقة، السادة رؤساء الفرق الرياضية اللي احنا أكيد أول داعمين ديالكم. كنحييكم على الرقي بالمشهد الرياضي داخل مدينة الدريوش، لأنني كنشوف أن وليداتنا ووليدات ديال المدينة كاملين كيجيو لعندكم باش يستافدوا من التدريبات. سيد الحسن بلال أكيد أن داكشي اللي كتقولوا راه عندنا في الراس وغادي نخدموا عليه إن شاء الله. كاين هنا شي كلمة اللي كتقال لنا وما كنخدموش بها. الباب مفتوح للجميع، راه حنا صدر رحب على التعقيبات ديالكم، على الحاجة اللي ما كتعجبكمش فينا أننا نصلحوها، لأننا جينا باش نتعلموا، حنا ماشي كاملين، الكمال لله عز وجل. غادي نعطي الكلمة الأخيرة للسادة الأساتذة وكنشكركم، وكنضر لكم موعد أكيد مع الدورة التكوينية اللي وعدكم بها، وأنا راه الإشارة في أيتها صغيرة وكبيرة، سواء استشارية، سواء أنكم تجيو تواكبوا معنا العمل، سواء أنني نمد لكم يد العلم، يد العون بقدر المستطاع اللي نقدر نساهم به كنائبة رئيس مجلس جماعي لبلدية الدريوش. وإما بالتخريج اللي تواجه علينا بزاف، فهمت؟ ولكن كما كان الحال أنا سعيت كثيرا بهذا اللقاء الرائع، وكنهني أول من هني وهو المكتب الذي يشتغل في الجماعة الدريوش. لأن الوريد كان هي ماشي هي اللي فرقت لها الفضاء، ولو كان ماشي هي اللي درت ذاك الإعلان، استنى في هذاك الأخ ديالي، وتعطل شوية فسميتو في البورتال ياك، وكان جاب غادي نجيب هذه التشكيلة. فهمنا ولا فهمنا؟ أحيانا شفت هذاك الإعلان كيقول لي فيها كل خير. علاش؟ لأنه دائما كنقولوا إلى 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 جاب الله شي تيسير كيكون تقريبا في الدقائق الأخيرة. كنلعبوا على على أمين يعني واحد جزئية صغيرة. وثانيا وكنهني كذلك الفاعل الجماعة وليد مدينة الدريوش بهذا المجلس حيوي دينامي، لأنه ماشي من السهل باش كما قالت السيدة الرئيسة عبد الكريم، قالت على أن الإنسان تيسقى في شغاله قرايته عمله كيجي من أجل يعني تدبير هذا الشأن العام اللي هو عمل تطوعي. ماشي عمل اللي كيتقضى عليه شي اجر كبير، ولكن عمل تطوعي. ثانيا كان هناك كذلك المجلس في المجتمع المدني، لانه ما نقول الان وانا استحضر كلمه مهمه جدا تقيت مؤخرا في النموذج التنموي الجديد. واش هو؟ واش هي الكلمه؟ دوله قويه، مجتمع قوي. هل جوج ديال الاليات ماشي سهله. هل هي الدوله قويه؟ قويه بالاليه ديالها بطبيعه الحال، بالتشريع ديالها، بالقوانين، وخصنا المجتمع حنا، المجتمع حنا. المجتمع راه كيكون من المواطن، المواطنه، المجتمع بدات يعني بوسي بيسا. اذا دوله قويه، مجتمع قوي هو اللي غادي يجي دابا به في المسار التنموي الجديد. ثم ان مساله اخرى اللي نقدر نخرجوها من الفرق هو ذاك التلاحم الحمد لله اللي لقيناه بين الفاعل السياسي والفاعل المدني. الكلمات اللي قلت لكم قبيله المركز والمنتخب والمجتمع المدني الان الحمد لله ولات كيمشيو على درب واحد. علاش؟ لان اصبح الان المجتمع المدني كما جاء في نص القانون الدستوري يكمل الفاعل السياسي. كاين شي تجاوز كيعتمد عليه الفاعل السياسي نظرا لاشكالاته الكثيره ما كيكملهم الا المجتمع المدني. وفاش؟ في هاد ثلاثه العناصر اللي قلناها. لان غادي يكون لاهي مع المشاريع الكبرى، غادي يكون لاهي مع التجهيزات الكبرى، ولكن يفقد الولوجيات، هذا ما تعمل الولوجيات. يفقد المراكز التكوين الخاصه بالاطفال. يقدر يفقد كذلك بعض الملاعب الخاصه للشباب.
إذا هذا شكون اللي غادي عليهم؟ شكون اللي يقطعهم؟ هي هيئة المساواة في الكرة الفرنسية. وبالتالي ترفع قبعة عالية. كل مكونات دين المدينة بالتدريج. وأخص بالذكر المجلس الجماعي والمجتمع المدني. وحنا جينا ضيفنا عندكم وقبلوا علينا إلى رضنا سبحان الله. وكنتمنى نكون خفيف الظل لأنه في الحقيقة داكشي اللي كتستاهلو كان داكشي اللي اعتناكم. لأن ما عطينا والو كان متلام يعني ولكن كتستاهلو. وهذا لقاء أولي كما أشرحت في هذه الحلقة القديمة. لقاء أولي ستكون لقاءات إن شاء الله هو الخير أمان وكله خير أمان وأصلح مجددا وأشكركم جزيل الشكر متمنين لكم كامل التوفيق والنجاح وشكر كل وفاء لكم مني كل التقدير والاحترام الموجود لكم شكرا لكم. شكرا لكم شكرا لكم سي صمد لودي كذلك صراحة أنتم محبوبين لودي ودي الشباب اللي طموح اللي يمشي بعيد ان شاء الله وهذا الشباب راه انتم جزء منه هو جزء منه يعني واحد تكامل وهذه هي مبادئ الدستور اللي هضرنا عليهم بها فقط نشير على ان الان لقد ان الاوامر من المجالس الترابيه اللي تشتغل واحد العقليه تبع قواعد الحكام تبع على ان البرامج العمل اللي حنا موجودين هنا من اجل برنامج عمل دراسة وجود مجلس مكتب برنامج عمل هذا برامج العمل الان بالنسبه للجامعه الطلابيه على الصعيد الوطني ما كاينش عمل بالنسبه كاينش عمل تقول لي ما عنديش ما قدش ندير هذه المقاربه انتهت المغرب وفقا مبادئ الدستور الا مشينا غير واحد مبدا التفريق شنو هي مبدا التفريق؟ خصنا نكونوا طالعين هذا هو ان ما لا يمكن ان تقوم به الجامعه يمكن ان يقوم به مجلس اقليمي وما لا يمكن ان يسند الى المجلس الاقليمي وما لا يمكن ان تقوم به المجلس الاقليمي يسند الى الجهه وما لا يمكن ان تقوم الجهه الى الدوله بمعنى ان التكامل والتدرج في الاخر سيكون حار لكم فهذا البرنامج اللي نديرو ان شاء الله بمعنى ان الاقليم ديما يكون حاضر الجهه تكون حاضر وهنا نشير الاختصاصات اللي كاين واحد التكامل التكامل في كل اختصاصات الممكنه للجامعه الترابيه يعني في الوقت المشاريع اللي عطى واحد البعد استراتيجي للجهه وبعد اقتصادي مشى الاقليم عطى لها البعد الاجتماعي وعطى الثقه الكبيره بالنسبه لي للريهان هو الجامعه الترابيه لها خدمات ترابيه القرب ابروكسيميتي بمعنى ان البرنامج عمل ما يمكنش نديرو فيه من هذا المستويات برنامج عمل يكون حاضر ديما نستحضروا هذا التكامل ما يسمى بالالتقائيه هنا يعني احنا غادي نشتغلوا معكم كمجتمعين في نفس الوقت نحضروا الجهات المهنيه اللي ممكن نخرجوا بها المشروع الى حيز المجد ان شاء الله وبالتالي مره اخرى اشكر مجلس الدروس صراحه اهنئكم على هذا الشباب اللي كذلك الهيئه اللي اختارت هيئه كلها اصعب بان الرئيس مقرر ما هو الا اليه فقط لان يعني الهيئه لربما يكون واحد الإمالة في إطار ديمقراطي يكون واحد التلاوة كل عامين بدأت الأدوار ماشي شي حاجة يعني فقط أن حنا نتعاملوا مع الآخر يعني من غادي تجتمعوا أنتم غاديروا اقتراحات ديالكم كهيئة الهيئة تقرير الرئيس والمقرر والموزيرهم يكون حاضر معنا في الدراسة من غير يعطيونا مع الجبهات غتكون معنا إن شاء الله على القوة وبالتالي شكرا بعد الترحاب ديالكم وهذا التفاعل اعطي الكلمه للاستاذ خدمه السيد شكرا لكم مجددا الهيئه فيها 19 شخص هي كان 19 واحد هما اعضاء الهيئه من هاد 19 اللي قلت لهم الاستاذه يسرى كاين فيهم اربعه هما مكتب الهيئه اللي عندهم الدور ديال التسيير هاد اربعه الاشخاص كنتمناو يبقاو معنا باش نمكنوهم بعض الوثائق كنشكركم كاملين اللقاء سيتجدد كما قالوا الاساتذه سي عقاد اللوكيلي حسناء القدوري نوردين مدعموش عمر الاشعر هادو غيجلسوا معنا راه عطيو شي وثائق اللقاء الجاي غيكون في القارب العاجل فوقاش ما احتاجيتونا حتى كاشخاص كطارق كسي حصان كسي ميمون احتاجيتونا ارقام هاتف نخليوها لكم في اي استشاره نحن نراه الاشاره السؤال جدا باللي اسالني من السيد الرئيس سعاد بحار شكرا لكم شكرا للسيد المجلس كامل لانه فتح الباب للمجتمع المدني وهذه نقطه قوه هنا اتحدث لست كعضو ديال دكتور دراسه كذا كفاعل مدني في المدينه كفاعل مدني انا كنقسم معكم بهذا الديمقراطي يعني
زعما سعدتكم بهذا المجلس شدوا فيه مزيان خصو دي سي واس يلا شوفوا لكم التجربه اليوم اليوم انتم راكم في هيئه اتمنى نجي العام الجاي والمستوى ان شاء الله في التجربه الجايه نخلقكم اعضاء ان شاء الله هذا هو الدور الرئيسي اللي كان قالوا لانه من خلال غتراكموا التجربه في المجلس ولا في جلسه اكثر ان شاء الله في الجهه الاستقلاليه شكرا لكم ونقدر مع الاشخاص يبقاو ولي الذكرى غنوثقوا هذه اللحظه التاريخيه بصوره جماعيه يا سيدي رئيس شكرا لك